السلام عليكم شباب بريب ان شاء الله النهارده هنحل مع بعض اكزام نمبر 12 البحيره جوفرنريت فرع الجيومتري طبعا شباب هنسيب لكم لينك بلاي ليست سواء الجبر او الجيومتري في الكومنتات والديسكربشن ادخل على اللينك واعمل له سيف عندك عشان تسمع كل الامتحانات اللي فاتتك وتتابع معنا الامتحانات القادمه ان شاء الله تعالوا نبدا بسم الله الرحمن الرحيم بصلاه السلام على الرسول الكريم في نمبر 1 بيقول لي كومبليت ذا following نمبر 1 ذا ايمج اوف ذا بوينت 2 اند 3 باي ترانسليشن اكس ماينس 3 واي ماينس 2 از يبقى الاكس ب 2 والواي ب 3 2 3 negative 1 و 3 2 1 نمبر 2 بيقول لي the measure of each angle of a regular hexagon equals يعني قياس الزاوية في السداسي المنتظم بكام؟ طبعا ليها رول n minus 2 times 180 over n وال هنا 6 يبقى نجيب الكالكوليتر ونعمل 6 2 Times 180 over 6 equals 120. Number 3 بيقولي ABC is a right angled triangle at B. AB 6 cm, B6 8 cm. عايزين ال AC. عشان تقدر تجيب ال AC هتطبق ال bisagree theorem اللي هي بتقول ال AB squared plus ال BC squared. ال AB ب 6 سكوير وال BC ب 8 سكوير يبقى نجيب الكالكليتر 6 سكوير بلس 8 سكوير ناخد السكوير روت لل 100 واللي هي 10. نمبر 4 بيقولي the image of the point 2 and 1 by reflection in the x-axis. reflection في الاكس x-axis يبقى هتعمل change للساين of the y-axis يبقى ال 1 دي هتبقى نيجاتيف 1. Number five will is the number of axes of symmetry of an isosceles triangle is one. Triangle question number two, We will choose the correct answer from this given number one. The measure of the exterior angle of an equilateral triangle is 120 degree. If number two will is the diagonals are equal in length and not perpendicular in the equal in length the rectangle will square not perpendicular for rectangle. نمبر well, 3 بيليز ايج لينث اوف ا كيوب هوز فوليم از 27 كيوبيك سنتيمتر از نوت سنتيمتر عشان نجيب اللينس هناخد الكيوب روت لل27 كيوب روت 27 تبقى 3 نمبر 4 ذا لينث اوف ذا لاين سيجمنت طبعا نمبر 5 تراينجل بي سي انجلد بي measure angle a 50 if measure angle C cam 40 degree is Z the Magda 90 we have 50 the 140 180 minus 140 the 40 degree number three liter a only in the opposite figure X y Z is a triangle in which X y equal 8 cm, XZ 6 cm, y z 10 cm, d o e are the midpoints of xy yz xz respectively. Find with proof the perimeter of triangle d o e. عايز الperimeter بتاع الترانجل هنبدأ بإن ال d is midpoint of xy وال e is the midpoint of xz يبقى d e half ال zy ب 5 cm. خلاص حفظنا الإكزامبل ده. برضو ال e is the midpoint of xz وال o is the midpoint of yz يبقى ال half ال بكام 4 سنتيمتر بعد كده o is the midpoint of yz z d is the midpoint of x يبقى ال half ال ب 3 سنتيمتر يبقى البريميتر بتاع الترينجل d o e equal 5 plus 4 plus 3 equal 12 سنتيمتر the request Letter B بيقول لي so in the opposite figure x, y, ZL is a quadrilateral in which measure angle Y equal measure angle L equal 90 degree. XY be 7 centimeter. YZ 24 centimeter. XL 15 centimeter. Find the length of each of XZ and LZ. ان ترانجل اكس واي زد ميجر انجل واي ايكوال 90 يبقى على طول نقدر نطبق البيثاغورس لانه مديك الاكس واي والواي زد وعايز الاكس زد اللي هو يمثل هايبوتنس يبقى الهايبوتنس عباره عن الاكس واي سكوير بلس الواي زد سكوير يعني ال 7 سكوير بلس 24 سكوير لما نجيب الكالكوليتر نلاقيها 625 لما ناخد السكوير روت تبقى 25 اهي يبقى زد ب 25 ده اول ريكوست بعد كده ننتقل للترانجل اللي فوق ده هو رايت ات ال برضو اهو انترانجل اكس ال زد ميجر انجل ال 90 الاكس ال في 15 والاكس زد ب 25 يبقى عايزين نجيب ال ال زد وال ال زد عباره عن الـ XZ زد سكوير ماينس الإكس ال سكوير تبقى 25 سكوير ماينس 15 سكوير لما نجيب الكالكوليتر There are 25 square minus 15 square. There are 400. The square root of 400 will cam 20. The parallel is 20 centimeters. Second request. Number four. letter in the opposite figure AB, AD are perpendicular to BD. AB will BD perpendicular. Oh. ال A B ده وال E D perpendicular to BD يعني 90 هنا 90 هنا intersects AO at C يعني في vertical opposite angle measure angle A ب 30 measure angle O ب 120 find the measure angle A هنبدأ بترانجل اللي فوق هنقدر نجيب measure angle ACB اللي هي اللي فاضلة دي عبارة عن 180 minus 90 plus 30 تبقى 60 degree يبقى دي 60 بعد كده ال A o إنترسكت البي دي ات إم، نقول كده: since الأي أو BD البي دي cd، وليس إم، على طول إم، c، يبقى على طول ميجر أنجل ACB equal DCO دي سي أو اسمهم opposite angle، عشان نجيب ميجر أنجل a واللي هي تمثل جزء أو أنجل في الكوادليترال ده، يبقى هنقوله from the quadrilateral

هنعمل بعد كده اللاتس بتاعتنا الشبكة بتاعتنا ادي الاكس اكسس وادي الاكس داش ادي الواي ادي الواي داش 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5

ال B داش 3 عند نيجاتيف 4 ال C داش 5 عند نيجاتيف 2 وفعلا لو ركزت هتلاقي انه فيه reflection في ريفليكشن في ال X أكس ده كده وده كده نرجع تاني لمسائل البروف بتاعتنا نمبر 5 لتر ا بيولي in the opposite figure measure angle d equal 50 degree measure angle c equal 35 degree DE e parallel to bc find the measure angle b و measure angle bac اللي هي دي طب الموضوع بسيط جدا احنا نقدر ان نقدر نقول ان DE e parallel ل cv with db transversal to them اقطع لا يبقى measure angle d equal measure angle b

b4 and 2 c1 and 2 the then find its image by the translation x 4 y 2 ال a داش عباره ال x 4 اللي هي 4 4 ب 0 وال 4 2 ب 2 ال 4 ال 4 ب 0 وال 2 ال 2 ب 0 ال c داش هتبقى 1 و 2 يبقى 1 ماينس الفور تعالوا بقى ناخد السكرين شوت بتاعنا عشان نروح نرسم الجراف هنرجع كده عشان نرسمه هنا

وهو ده الترانسليشن كده يا شباب يكون انتهى الاكزام نلتقي في الاكزام القادم ان شاء الله اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو للاستفاده الاكبر والاكبر طلبه جميع المراحل عرض السنه دي مش هيتكرر عرض الاونلاين طلاب البرايمري جريد 4 و5 و6 زي ما هو موضح كده سعر السيشن 30 جنيه للطالب سعر رمزي السيشن بتبقى طالبين مدتها ساعة وساعة كافية جدا ووافية وده عن تجربة لأنه منهجهم سلس وبسيط رغم إن هو كبير ككم لكن سهل وبسيط وإن شاء الله نخلصه في وقته وكده كده معانا مرونة إن إحنا نزود سيشن زيادة أو كده ونظبط الدنيا. بالنسبة لطالب بريب 1 بريب 2 بريب 3 زي ما هو موضح برضه بريب 1 تبقى الميزة فيها إن هي لطالب واحد فقط وده عرض برضه استثناء السنة دي لأن الموضوع ده هيتغير هيبقى جروبس السنة الجاية هيبقوا اثنين وثلاثة في الموضوع السنه دي استثنائي 40 جنيه لطالب بريب 1 50 جنيه لطالب بريب 2 و 60 جنيه لطالب بريب 3 آه برضه وقت الحصه ساعه رغم ان هو طالب لوحده لان وقت الحصه ساعه وزي ما هو موضح آه اهم حاجه انك تكون محمل ابلكيشن جوجل ميت هو متاح معانا زوم برضه بس ابلكيشن جوجل ميت افضل كتير من زوم فهو ابلكيشن سهل وسلس وبسيط بتحمله من على البلاي ستور بتكتب جوجل ميت بينزل معاك بكل سهوله وطبعا الدفع بيبقى عن طريق فودافون كاش وباكد انه تاكيد السيشن بيبقى بدفعها مسبقا لان احنا مش بنبدا نشتغل او مش بنبدا السيشن غير لما تكون مؤكده مسبقا السيشن دي عشان تفهم احنا بنعمل فيها ايه بنعمل فيها كالتالي السيشن دي بتبقى ملك للطالب يعني الطالب بيقرر فيها يحل فيها اكزامز طب يا مستر ما انت بتحل لنا الاكزامز افترضنا ان في طالب ما فهمش من الفيديوز فممكن يفهم من الاونلاين اكتر طالب حابب نحل قبل ما اللي يستنى الفيديو ينزل على اليوتيوب، فيحل قبلها. طالب حابب يراجع ويبدأ المنهج من الأول، في وقت يا مستر؟ آه إن شاء الله في وقت، رغم إن إحنا في خلاص فاضل وقت قليل على الإمتحانات إلا إنه نقدر نشرح المنهج كاملا بأمر الله، لإنه إحنا بنكثف سيشنز وممكن ناخد سيشن واتنين في اليوم وحصلت مع طلبة كتير. طيب، حابب نحل إكسرسايز بتاعت لسن معين، ريفيجن. نشرح أجزاء معينة من المنهج، مجمع شوية أسئلة واقفة معاك وحابب تفهمها. اتواصل على رقم الواتساب اللي ظاهر قدامك طول الفيديو ده، اتواصل عليه ونظبط مع بعض الميعاد ونشوف إيه اللي أنت حابب نعمله في السيشن دي ونركز عليه ونشتغل عليه، بنشتغل على نقطة الضعف بتاعتك في الماس بشكل عام، وبشكل أخص الحاجات اللي أنت بتحددها، فالسيشن دي هتفرق معاك جدًا وبالأخص إن هي السنة دي سعر استثنائي مش هيتكرر فما تفوتش الفرصة والحق تواصل معانا على الواتساب والحق احجز ميعادك قبل ما المواعيد تكتمل وفي الاخير يا شباب اتمنى تكونوا بتستفيدوا من الفيديوهات بشكل عام بدون ما ترجع للاونلاين احنا بنحاول بامر الله ننزل المحتوى كامل نحاول نحل كل الامتحانات حلينا كل الاختبارات التراكميه فما تبخلوش مع علينا بدعمكم باللايك والشير والسبسكرايب شير في كل مكان عشان القناه تنتشر وتكبر كومنتاتكم الايجابيه صدقوني بتبقى دافع كبير لنا عشان نكمل وفي الاخير يا شباب دعواتكم عشان نقدر نكمل ونعمل محتوى كامل مجاني ونطوره كل سنة عن اللي قبلها واتمنى لكم في الاخير كل التوفيق شكرا والسلام الله عليكم